مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، جدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة لشوطنا السادس في مجموع الاشواط وسادس اشواطنا هنا الخاص بالابكار. نهجنا ابناء القبائل بعد ان انتهينا من مرحلة اصحاب السمو والشيوخ هنا، وابناء القبائل ناتي الى اشواط ابناء القبائل في هذه التحديات المتميزة هنا، والبحث والفوز عن الناموس للأربعة كيلومترات. صدارة هذا الشوط والمقدمة مواري تنطلق على الصدارة، عبد الله بن محمد لغويص السويدي على الصدارة وعلى المركز الأول، المتحدة في المركز الثاني، سالم بن راشد بن سالم المدهوشي، أما المركز الثالث الوصول من حظ خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، وهناك مياس القادمة لسالم بن مطر بن علي بن واس ليقتبي هنا، يقدم لنا مياسة على المركز الرابع خامس مراكزنا. العنود 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 هنا معاند بالتحدي وبالإثارة لسهيل بن محمد بالذويب العامري، هنا من تنطلق بتحدي، عينها على صدارة، عينها على الفوز وعلى الناموس، تتسلل من الخامس إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هي العنود عاندة على صدارة لسهيل بن محمد بالذويب العامري، المركز الثاني، المركز الثاني منطلقة حظ خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، تأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث مياسة تتسلل على المركز الثالث هنا لسالم بن مطر بن علي بن واس لقتبي، ومن الجانب الآخر مواري عبد الله بن محمد لغويص السويدي، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس وصل الحميري هنا مع الحبيلة، الحبيلة الحبيلة يقدمها محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، هنا من تنطلق في هذه التحديات وفي هذه الإثارة المتميزة. لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، إلى العنود المنطلقة على الصدارة المنطلقة بالمقدمة وبالمركز الأول، العنود لسهيل بن محمد بالذويب العامري هنا منطلقة بصدارة وبتحدي. الجميل المركز الثاني، المركز الثاني حظ خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، ومن الجانب الآخر المتحدة، المتحدة لسالم بن راشد بن سالم المدهوشي، تأتينا على المركز الثالث بينما رابع المراكز، المركز الرابع لحبيلة، لحبيلة هنا لمحمد بن سعيد بن عبيد الحميري، يقدم لنا لحبيلة على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس هنا وصلت صميدة قادمة، صميدة قادمة هنا لمنصور بن سيف بن خلفان لغويص، من تنطلق على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة، باحثة عن التحدي، باحثة عن الفوز، باحثة عن الناموس بقيادة العنود، بقيادة العنود في الشوط الأول الرئيسي هنا لأبناء القبائل. العنود المعاندة بالتحدي، معاندة هنا بصدارة، معاندة بأدائها المميز الجميل. العنود لسهيل بن محمد بالذويب العامري هي المنطلقة بالصدارة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني حظ خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، آتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث هنا القادمة المتحدة سالم بن راشد بن سالم المدهوشي، من تنطلق على المركز الثالث. غادرنا الكيلومتر الأخير، غادرنا الكيلومتر الأخير بقيادة العنود، بقيادة العنود هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هنا على المقدمة مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. العنود للسيل بن محمد بالذويب العامري، ولكن أرى هنا الهاشمي مع حظ
حظ هنا خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي ينطلق بحظه هنا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني العنود، في المركز الثاني لسعيد بن هنا سهيل بن محمد بن ذويب العامري من تأتينا على المركز الثاني. إذن تحديات ثنائية، تحديات ثنائية هنا هو الصدارة والمركز الأول. أدارة هذا الشوط هنا بهذا الأداء الجميل، حظ المنطلقة على الصدارة، المنطلقة بالمقدمة وبالمركز الأول، تسيطر على زمام الأمور والعنود قادمة. حظ والعنود في تحدي مميز جميل، ولكن هنا حظ هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. إذا تهانينا الخليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي على فوز حظ بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت العنود السير بن محمد بن ذويب العامري المركز الثالث. هنا لحظة وصول المركز الثالث بهذه اللحظات المتحدة هنا لسالم بن راهد بن سالم المدهوشي، وهناك سميدة لسيد منصور بن سيف الغويص وبن علوان من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة والتوقيت الزمني لهذا الشوط 6 دقائق 11 ثانية. تهانينا والناموس.